كوم شويقفة برضو تعتبر من الأماكن المهمة جدا من الناحية الأثرية. منطقة كوم شويقفة العرب لما دخلوا وأصبح المكان مأهول بقى بالمصريين اللي بيتكلموا على مصر كده، في أماكن كتير قوي مناطق أثرية سميت بكلمة كوم، زي كوم اللولي في منطقة المنيا مثلا، كوم الشويقفة، كوم الدكة، ده دايما إشارة للتل البسيط أو الصغير اللي بيبقى فيه إيه حاجات أثرية مردومة. ماشي. كوم أمبو في أسوان، تمام. كوم الشقافة، كلمة الشقافة معناها أو هي يعني جمع لشقف الفخار، لأن كان من عادة اليونان والرومان لما بيزوروا مثلا الأهل الأقارب المتوفى بيزوروا المكان، كانوا بيكسروا الأواني الفخارية بتاعتهم ويكسروها، فعلى مر الزمان أصبح هناك كوم من شقف الفخار، فعشان كده المكان كان اسمه إيه؟ كوم الشقافة. أوكي. وباليوناني اسمه لوفس سيراميكوس، تمام. وكان جزء من الحي الخامس اللي سكنه المصريين، اللي هو قديما جدا راكوتيس. لوفس ايه معلش؟ لوفس سيراميكوس. لوفس سيراميكوس، ماشي. يعني في اساطير كتير جدا عن كوم الشقافة او الكاتاكومب بتاع كوم الشقافة نفسها، ان تم اكتشافها بواسطه حمار عن طريق الصدفه سنه 1900، والحمار دوت وقع في البير فاكتشفوا الفتحه. الناس يعني ناس كتير تانية خصوصا سوزان بنت اللي لها كتابات سرية جدا في مقابر الاسكندرية قالت لك لا، ده تم اكتشافه عن طريق مفتش آثار اللي هو سيد علي الجبرة، أو يعني عامل هناك أثناء الحفر في المكان اكتشف بالصدفة الفتحة اللي بتؤدي للمقبرة. على أي حال هي تعتبر مقبرة فريدة جدا من نوعها. ليه؟ لأن هي مقبرة طال استخدامها، هي بترجع للقرن الثاني الميلادي وتم استخدامها واستمرت حتى القرن الرابع الميلادي، بالرغم من طول استخدامها احنا ما عندناش أي آثار تدل على استخدامها من قبل المسيحيين. خلاص؟ تعتبر المقبرة الفريدة الوحيدة في مصر كلها على هذا الديزاين، لأن هي تم عملها على ثلاث مستويات تحت الأرض، ووفقا للحاجات المكتشفة فوق مستوى سطح الأرض الناس كلها بترجح إن كان ليها سوبر ستراكشر، بناء فوق الأرض. اوكي. وتعتبر من افضل نماذج الامتزاج ما بين الفن المصري والفن اليوناني والفن اليوناني. لغايه كده مفهوم؟ This place was called or it's known now as كوم الشقافة. It's an Arabic word of two terms. كوم means hill, a small hill. شقافة means pieces of pottery. Why? Because in the ancient times, the relatives of the deceased gathered in different occasions, okay, with their deceased and commemorating his memory. And after finishing their visit, they broke the pottery vessels. By the time, a hill, a compressed hill of pottery pieces began to be created. And therefore it was called, or it's known now as كوم الشقافة in the ancient times, Lovus Ceramicus. Okay? This place was discovered by accident in 1900. Some scholars confirmed that it was discovered by a donkey chart by accident. Others, like Suzanne Bennett, says that this place was discovered by Sayyid Ali Gibra. While digging in this site, they discovered, or he opened the, he discovered the opening, the entrance to this tomb. This tomb is very unique because of different reasons. أول حاجة, it represents the intermingling, the remarkable mixture between the traditional Egyptian art and the Roman art, the Roman features. Okay, this is number one. Number two, it was originally a private tomb dating back to the 2nd century AD, to the Roman times, and it continued to be found till the 4th century AD. However, we didn't discover any traces of a Christian existence in this site. Especially, ليه احنا ما بنقول ان مفيش اثر مسيحي؟ لان الشكل ده من المقابر او الشكل الديزاين الكاتاكوم. مين كان سألني يعني ايه كاتاكوم؟ كاتاكوم means two number of levels cut in the ground. فاهمني ازاي؟ الشكل ده ظهر في روما وظهر في اماكن مختلفه اثناء فتره اضطهاد الايه المسيحيه، وكانوا بيستخدموها في اماكن لايه ان هم يستخبوا فيها. فعشان كده احنا دورنا هل في؟ لا، ما فيش اي كريستيان اكزيستنس. However, this design was used by the Christians in the Roman Empire by the Christians to fled from the religious oppression. We didn't discover any Christian existence in this site. Okay? بجد كده مفهوم؟ This tomb is the only or the
example of this design in Egypt. In Egypt. Plus, it consists of how many levels under the ground? Three levels. The first level consists of the entrance, the vestibule, the rotunda, the triclinium, the hall of Caracalla. The second level consists of the main burial chamber, surrounded by a row of locally holes. And the third level under the ground is now submerged with water. Plus, after discovering by the excavations, they discovered traces of mosaic pavements, floor pavements. اكتشفنا أرضية بقايا لأرضية من الفسيفساء بجانب الانترنس. وده اللي أكد لنا إن يقال إن كان في إيه بناء فوقي فوق المقبرة نفسها. خلاص؟ The expedition discovered the floor traces of a mosaic pavement, confirming the existence of a superstructure over the catacomb of كوم الشقيفة. تمام؟ خلاص؟ هندخل كوم الشقافه نفسها نبدا نشرحها. الفيرست ليفل زي ما احنا شايفين، خليكم كلكم معلش اتجاه واحد، ادي الفيرست ليفل. تمام، نبتدي زي ما شفنا بانترنس والويل. الويل دوت يعني عميق جدا في ارتفاعه، بيصل ما بين الثلاث ادوار، وفي ارشت ويندوز شايفينها. الارشت ويندوز ديت ليها تو فانكشنز، ان هي فور الومينيشن للاجزاء الداخليه كلها. خلاص، وبعض الاحيان يقال ان هي كانت بتستخدم او بتساعد على نقل المتوفى او الجثث او الحاجات اللي احنا عايزينها من خلالها. دي حاجه. تاني حاجه ان حوالين البير دوت كله عندنا سبايرال ستير كيس. يعني ايه سبايرال ستير كيس؟ سلم دائري. سلم دائري، ودايما بنشوف ان الدرجات اللي تحت اعلى من الدرجات اللي فوق لتسهيل عمليه الدخول والطلوع والايه والنزول للمقبره. بعد كده بتدخل تلاقي نفسك في فاستيبيول. يعني ايه فاستيبيول؟ يعني دهليز. اوكي، على الجانبين، على الجانبين هتلاقوا تو نيشز، والتو نيشز دول حاجه اسمها اكسيدرا. اكسيدرا احنا شفناها مع بعض في المقبره الثالثه في مقابر مصطفى كامل، فاكرينها؟ وهي عباره عن حنيه كبيره في الحيطه. في بعض الاحيان كانت بتستخدم لبنشز لسيتنج، في بعض الاحيان فور بريزرفيشن، فور ديكوريتيف بيربز، وات ايفر. وفوقيها بيعلوها حاجه اسمها زخرفه الصدفه. زخرفه الصدفه من اكثر الزخارف اللي ظهرت في مصر او في الفن الروماني، لان هي كانت مرتبطه بالهه يونانيه، احد الهات والهه الاولمب ال 12، اللي هي الهه افروديت، فينوس الرومانيه، الهه الحب والهه الجمال والهه البحار. هي كانت اللي بتقود البحاره في البحر. اوكي، وعلى فكره امتزجت بالالهه ايزيس افروديت اوكي، او فينوس الرومانيه. فينوس، تمام. وكانت رمزها الصدفه. ليه؟ لان دايما بيتقال لك ان هي خلقت من الصدفه، ان هي طلعت من ايه؟ الصدفة. من الصدفه. الزخرفه ده او الشكل دوت من الزخرفه ظهر بشكل خاص جدا في عصر الامبراطور الروماني انتونينوس بيوس، وعلشان كده بعض الكتب بتقول عليها الزخرفه الانتونيه او الانتونينيه نسبه لانتونينوس بيوس. انتشرت بعد كده في الفن القبطي، لان هي رمزت ليه؟ مياه التعميد. الفن القبطي فيه حاجه عظيمه جدا. ايه بقى؟ ان هو في البدايه نتيجه فكره الاضطهاد، خلاص، وخوفا من حاله الاضطهاد الواسعه اللي كانت في هذه الفتره، فالفنان وخصوصا الفنان المصري كان بيستخدم رموز وثنيه لكن للاشاره لايه؟ لحاجه مسيحيه. خلاص، فعلشان كده مثلا عندنا شكل الصدفه، اذا هو مرتبط بالميه، فاستخدمها الفنان القبطي للاشاره لروح التعميد او مياه التعميد او التطهير. وبعد كده يعني بعد حتى انتشار المسيحيه والاعتراف بالمسيحيه كديانه من ضمن الديانات في اول مرحله، وبعد كده كديانه رسميه للبلاد، استمر استخدام الايه؟ هذه الرموز. يعني استمر، احنا عندنا مثلا اشكال كروسز زي مثلا في القبطك بازيليكا في دندره، عندنا الحنيه او الهيكل بتاع القبطك بازيليكا الكنيسه اللي موجوده في منطقه دندره عباره عن كروس وحواليه ايه؟ الحنيه الكونشر. تمام؟ لغايه كده مفهوم؟ So this catacomb, this remarkable catacomb, begins with a spiral staircase. Okay, the spiral staircase is running around this shaft. The shaft connects the three levels of the catacomb together. We can find here arched windows. شايفينها؟ The arched windows here were used for two purposes: for illumination, ventilation برضو للتهوية، and also for enabling the people to يبقى to lower the corpse of the deceased، علشان انزل الجثث بتاعت المتوفى. Okay? After بالظبط كده. After that we enter, we can
find here that the staircases are higher than the upper parts to facilitate going up and down from the to the catacomb. Okay, after passing from the staircase, we can find this vestibule, dehliz, and flanking the vestibule, we can find two exedra. What is the meaning of exedra again? It's a big niche inside, cut in the wall, and we can find here. It's topped by the shape of a decorative, a very famous decorative element, which is either at the conchal. The conchal with a symbol of one of the Olympian deities, goddess Aphrodite, Venus in the Roman mythology. She was the goddess of love, beauty, and she was also the guardian of the sea, the voyages, the sea voyages. And she was known to be born from the conchal. Okay, further. Okay. And therefore, this conchal, with the symbol of goddess Aphrodite or Venus, the Roman one, this decorative element was found in a large scale in during the reign of the Roman Emperor Antoninus Pius. And also it continued to be found in the Coptic art. As we know, the Coptic artist used pagan symbols to refer to some other religious concept, the new religion, in his mind. So the conchal in the Coptic art was used to refer to the water of baptism, the soul of baptism, ruh al-ta'mid, miyah al-ta'mid. And it continued to be found even after the announcement of the Christianity, the main and the official religion during the Byzantine period. Okay? طيب هنلف كده. دي حاجة اسمها روتاندا. Okay? روتاندا دي another hall أو another well يعني. بير، واكتشفت البعثة الألمانية في هذا البير عدد من التماثيل، أوكي، منها تمثال أو رأس للإمبراطورة جوليا دوميتيا زوجة الإمبراطور دوميتيان. دوميتيان هو إمبراطور روماني، صح؟ صح؟ متصور على فكرة في معبد إثنا. متصور في معبد إثنا الأباطرة الرومان صوروا بالشكل المصري بقى. خلاص؟ هنا لقينا تمثال زي ما قلنا او راس لدوميتيا جوليا دوميتيا زوجة الامبراطور دوميتيان بالاضافه لراس لكبير كهنه الاله سرابيس خلاص دي احد القطع والقطعه ديت او الخمس رؤوس اللي احنا لقيناها من مكتشفات او مقتنيات المتحف اليوناني الروماني الاسكندريه اوكي هو عباره عن 6 بيلرز وقلنا ايه الفرق ما بين البيلر والكولوم الكولوم اللي هو الدائري اللي بيبقى قطره دائري البيلر اللي هو بيبقى دعامه بيتقال بالعربي دعامه ده بيلر ده بيلر خلاص وما بينه حواليه حاجه اسمها حاجز يعني من الحجر اسمه بارابيت حاجه كده زي السكرين ووم يعني تمام هي اللي بتصل ما بين الست دعامات اللي احنا شايفينها وزي ما شفتوا فوق كده شايفين ده شكل الايه؟ الدوم شكل الدوم يعني شكل قبه قبه بالظبط القبه هي احد اشكال التغطيه المستخدمه في الابنيه وانتشرت بشكل كبير جدا في العصر او الابنيه الرومانيه واستمر بعد كده استخدامها في عماره الكنائس عندنا والاديره تمام لغايه كده مفهوم احنا لغايه دلوقتي في الفيرست ايه ليفل سو ذس از روتاندا ذا روتاندا از انذر ويل فيسينج ذا فيستيبيول وي انتر ذا روتاندا از ا ويل وي كان فايند هير اتس سبورتد باي 6 بيلرز اوكي And the 6 pillars are joined together with a parapet. It's joined together with a parapet, okay? And the 6 pillars are holding or carrying the dome. It's a type of a covering the ceiling, a type of a ceiling, which was found in the Roman period, okay? And it prevailed in a large scale in the structure of the churches and the structure of the monasteries all over the world. In the base of this rotunda, we discovered different heads. For example, we discovered the head of Julia Domitia, the wife of the Roman Emperor Domitian, and also the head of the high priest of Serapis, and they are now found or preserved in the Greek Roman Museum of Alexandria.